واحد تقي مسيحي شهيدة مارينا سمعت منها بنقوى عن سيار الشهداء من ربح السماء شهيدة مارينا فاشتاقت باجتهاد لنوال الاستشهاد لتربع حال امجاد وجدت مع جواريها وجدت عدو بريها لفارس يلبيها مارينا مارينا فأعجبت الشرير فأرسل لها بتكذيب جنود للقصر تسير مارينا مارينا ما علم إيمانها إلها أمر بعزلها شهيدة مارينا رجلت ذاك العالم نشطها بأنشط حال مع خل وجير جالي شهيدة مارينا في السجن رماها ويسوع سلمها ملاك شفاها شهيدة مارينا نظر لها الشيطان على شكل صور هلمت مؤمنين شهيدة مارينا في الحال ابتلعها فرشمت صالبها وخرجت لساعتها شهيدة مارينا في الجد أحضرها ألوائي وسهلها وبالسحر اتهمها شهيدة مارينا وعدها بالخير فرفضت بكل ثبات فعاد إلى العزبات شهيدة مارينا المعصر عصرها في السجن أودعها والشيطان إن أطعت الوالي سرت في أسعد حالي لكنها لم تبالي شهيدة مارينا فأمر عدوها بكشف جسدها فسألت ربها شهيدة مارينا أن يجعل عذابها معمودية فأجابها وأرسل ملك لها شهيدة مارينا في رصاص ملي غطست باسم الثالوث رشمات وصوت من فوق سمعات شهيدة مارينا يقول لها نلتي معمودية وفزتي بالملكوت رابحتي شهيدة مارينا سمع الصوت الحاضرين فصاروا مؤمنين نالوا الأكاليم فرحين شهيدة مارينا وأمر عدوها بقطع رأسها
الشهيد المعدين إلى خارج المدينة وقل آمينا أقوالا حصينا الشهيد المعدين إني أنظر مالك ومعه من مرصات بس
أبو نباديون
Yeah.
ناخذ بركة جديول منور رجل محترم بس فايز ولا انت ابونا سعد انا ابوك Thank you.
لا انا راح اتحدث عن جهكي انا معكم سيدي تبعبون يا Thank you.
Yeah.
يلا كما تقول بعد يا مناد ما تخليه يحوط سنة مغرب في العادي هابونا نطلع من محله عشان وقت طلعت الغزالة تومي عم على الغزال ايوه يا جماعة ده تصوير ولا يا باشا في تصوير هنا ايوه عارف انا في تصوير يا استاذ مناد عارف يا استاذ مناد طب يلا باشا على جنب يا سيدي عايز اعمل حوار معاه بعد الليله دي بس لا لا اهو بس هيك نخ انت صوتك خد خد ياخد المايك ولا مش عارف لا 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 هذا في السياره لما نقرب كوم اللي هنطلع عليها يا جماعه كوم الشهاده عشان هنعمل تمجيد هناك Hey!
تيس انا مش عارف اطلع بظهر اسندني هات واحد دلوقتي طب يلا عشان مش هقدر اطلع بظهر انا تعبت لو سمحت يا غالي بيوتكم حتى من مطر سنة بنا يقول شيء بعد اذنكم يا جماعة الورق بعد اذنكم اطلع برا اطلع برا بعد اذنك مين معنا نت حد يفتح لنا نت عشان اتاكد يا جماعه ارجع اداني البلد بسرعه اداني البلد يا ابو حلمي
نشكرك يا رب على كل حال، من أجل كل حال وفي كل حال. سكبت أتيت من الساعة في ريانا اسفاي تنتي هو تنتو بنتك متغاسج بما يروح ميمي سنان سرنجو كفول ام باي كهو سو افاي نمني اهو تيرون تبن اون خخن هريني نفي نمتك هوتي سنوش نيفين بي راسموس نيفين انرجيا نيفين انت بساطنس سوچني انت ان رومي بهون متون في بشوي انت انجاجي نياتي نمني سيون هيفول اليتو هيفول هارون نمهفول ها اكلاوس تيس نمهفول ها باي ماي صوى بنتاك فاي نيدس نونيف نيتر نفرسان مونان جن صبتاكتي امبير شيشنان اهو مي جن هوف نمني اتشلي نام اجن تي قم تيرسن تبي جاجي ولا تتخن التجربة I can't take it.
شكل سياري سكر مسك مشى عيني إمانويل بنو وتيخي انت امي انت تنخب وانت بفيوت نبني بمعي سوابك تسبو ايران انت افتوضع ناميز تطلشان شان تنسك الناس وما تنوش مقابل خرستو واسنم بكيوتنا أغسوس تمن المعز يا تنصف صوت أمو أنينا لين تير نباسي أيوة سيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسك قال من الانجيل المقدس اذكر ايضا يا سيدنا كل الذين اوصونا وامرونا ان نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفع إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا وأنت الذي أرسلك مؤمنين الكل يقولون يا لبن الشهداء اجمعين خير افراد بيوتنا أنبيائنا
اللهم اجعلنا مستحقين نقول بكل شكر يا بني الذي في السماوات. عايزين عايز كلمة؟ بسم الله والابن والروح القدس امين. كل سنه وانتم طيبين.
عيد النيروز، عيد النيروز او عيد العام القبطي الجديد، عيد نيروز يعني اليوم الجديد، كلمة نيروز يعني اليوم الجديد، واحنا بنحتفل فيه بعيد رأس السنة القبطية، سنة الشهداء. سنة القبطية هو عيد استخدامها كتقويم سنة 284 ميلاديا، دي السنة اللي تولى فيها دقلديانوس الحكم، لكن السنة دي هي السنة المصرية القديمة، فهي سنة قديمة العهد منذ قبل الميلاد. وفي عيد الشهداء بنتذكر محبة الشهداء للسيد المسيح الذين أحبوا حتى الموت، أحبوا المسيح حبا حقيقيا، وكانت الوصية في حياتهم هي حياة عملية، لم تكن مجرد كلمات، ولم يكن الإيمان عند الشهداء مجرد نظريات أو نصوص كتابية محفوظة، إنما كانت هي حياة عملية منفذة، نفذت في أنهم حملوا الصليب مع المسيح. السيد المسيح قال: من أراد أن يتبعني يحمل صليبه ويتبعني. الشهداء هم الذين حملوا الصليب مع المسيح بطريقة حقيقية، بطريقة عملية، بطريقة تنفيذية حتى الموت. أحبوا المسيح أكثر مما أحبوا حياتهم، حتى أنهم بحثوا عن الموت في كل مكان، ليس حبا في الموت إنما حبا في الحياة التي بعد الموت، حبا في موت المسيح المحيي. فالإنسان يحب أن يحيا ولا يحب أن يموت، إنما الشهداء أحبوا الموت الذي قادهم إلى الحياة الأبدية. من أضاع نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل يجدها، هكذا قال السيد المسيح. فالشهداء أضاعوا أنفسهم لكي ما يجدوها حية مسبحة في الفردوس في معية الأبرار والقديسين. ويقول كده الرأي: رأيت نفوس الذين قتلوا تحت المذبح، فهم موضعين تحت المذبح، والمذبح الذي فيه الذبيحة الحقيقية. يبقى الشهداء هم ذبيحة حقيقية وبخور نقي أصعد رائحة سرور أمام المسيح، تنسمها رائحة رضا. وده يخلينا نشوف ان الوصية الكتابية وتعاليم المسيح ليست هي شيئا صعبا، وانما هي شيء ممكن تنفيذه، وشيء ممكن طاعته، وشيء ممكن العمل به. ومن يعمل بالوصية الكتابية تكون نهايته الحياة الأبدية. عشان كده القديسين والشهداء هم اعلى مرتبة في الفردوس، فبنشوف الشهداء الرتبة الثانية بعد الملائكة، يعني السيدة العذراء والملائكة ثم الشهداء، الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم وكانت حياتهم هي بخور مرفوع تنسمه المسيح، رائحة رضا عن الكنيسة وعن العالم. وكانت دماء الشهداء هي البذار التي روت وتخضبت بها أرض الكنيسة ونمت، ومنها استلمنا الإيمان نقي دون تشويش ودون تشويه، الإيمان المسلم للقديسين مرة واحدة. فالإيمان ما خدناهش بالسهل، إنما خدناه بدم هؤلاء الشهداء الأطهار القديسين. ونحن نتميز كمدينة أنصنة بأننا نحيا في رحاب المدينة التي تخضبت بدم آلاف الشهداء، والأرض التي تقدست بوطأة قدم ملايين وآلاف عشرات الآلاف من القديسين والشهداء الذين سفكوا دماءهم ذبيحة حب وذبيحة رضا وتنسم سرور أمام المسيح. ربنا يدينا أن احنا نحفظ إيمان الشهداء ونبقى عليه إلى النفس الأخير. ربنا يدينا شجاعة وحب الشهداء، الحب الحقيقي، ليس هو حب العالم الزائل، إنما هو حب الحياة حتى لو كان ثمن الموت. إنما الموت لم يكن هو المخيف للشهداء، فالشهداء هم الذين أخافوا من أمتوهم. بنشوف كيف أن آلات التعذيب تراجعت وارتجفت أمام قوة وشجاعة أبائنا الشهداء. ربنا ينفعنا بشفاعتهم ويعطينا أن احنا نسلك مسلكهم، وأننا نكون بحق أبنائهم، لكل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين. ربنا يعيد عليكم الأيام بخير، كل سنة طيبين. السلام عليكم مع جميعا.
كل سنة وانت طيبين. حاضر حاضر يلا. تعبتوا توماس ده، لو توماس ما بنجمش تعمل في كده. فين يا شباب؟ ها؟ ارجع له خطوه لورا، ارجع لورا. هات هات العلبة، هات العلبة. حرق 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 حرق. العلبة ما انت ماشي هو يا عم تعب ما حلقوا خش انت كده شوية. ارجع ورا ارجع ورا ارجع ورا ممكن ارجع بك. انا بدي كل الناس دي كلها تبعي هدنا. لا انا اعبد ربي ربي والى يسوع المسيح. طب ينفع ينفع نعمل النظام ورا؟ انا مش عارف اصور. بعد اذنكم ارجع لورا. حلوة دي. ارجع لورا. اوعى اوعى اوعى. بس سيبوه. بس سيبوه. الكاميرا ارجع انتوا لورا شوية، ارجع انتوا لورا شوية. احنا مسيحيين. احنا مسيحيين. احنا مسيحيين. كده ماشي. اوعى يا عم اوعى. ايه هو ده؟ يسوع المسيح. ثواني وقف وقف ثواني. احنا مسيحيين كل المسيح باسم يسوع المسيح. خلاص تضرب في الميت حرام خلاص. انا شعرك كم قلت لك تتذكر يا ابن ما تقدموش جو خليكم ورا. كلهم ولاد ولاد اللي ابن الحرام. يا ابني انت مت قمت ليه انت؟ باسم يسوع. الكشافة لو سمحتوا ممكن نرجع الناس.
ربنا يخليك يا غالي. شكرا شكرا للناس اللي بتدعم دي يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين يا رب. يا حبيبي انا مسيحيه، طلعوا طلعوا ما تجيبوش، احنا مسيحيين. ماما انزحونا كراس كراس يا جماعة، بلاش ضحك بلعبوا. برافو. ارجع ورا ارجع ورا، يلا يلا كل ارجع ورا. دقيقة دقيقة، ما اهدى اهدى، ثواني ثواني، رجع الناس دي بعد كده اعمل المشهد. يلا ارجع ورا، رجع الناس يا جماعة، يلا ارجع لورا يلا. رجع الناس يا جماعة، لا ما فيش، بس المباشر يلا انجو. حد ياخده مني. يوم الباسم يسوع، يوم الباسم يسوع المسيح، يوم الباسم يسوع المسيح، احنا مسيحيين احنا مسيحيين. شكرا يا مايكل، استاذ مايكل شكرا لتعبك انت وفريق الكشافه والشهداء كلهم، الناس دي تعبت جدا يا جماعه. استاذ فايز، استاذ بلاد، والدنيا كلها ليكم كلمه شكر، كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، وربنا يعود عليكم الايام بكل خير يا رب وبركه. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. حبيب أستاذ، كل سنة وأنت طيب يا أستاذ توماس، ودايما تعبان مع البلد كلها، وأنت أول شخصية في البلد بتعمل الحاجات الحلوة دي. كل عام وأنت بخير. كل سنة وأنت طيب، كل سنة وأنت طيب، كل سنة وأنت طيب. شكرا. ملا